اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تي في في الموجز الرياضي لهذا اليوم. مدرب المنتخب المغربي لكره القدم هيرفي رونار قال اليوم الجمعه ان المجموعه تخوض استعداداتها على نحو جيد لازيد من سنه ونصف، مشيرا الى ان كل المتتبعين الرياضيين على علم بالمستوى التقني التي ستظهر به المنتخبات في نهائيات كاس العالم. وافاد رونار خلال الندوه الصحفيه التي تسبق مباراته الوديه امام منتخب ايتسونيا ان المجموعه واثقه بقدراتها وبكل ما ستقدمه في المونديال، مؤكدا ان المنتخب المغربي سيكون على موعد رغم تفوق باقي المنتخبات في التصنيف الشهري الذي اعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم. وبخصوص مباراته امام منتخب ايستونيا قال هيرفي رونار مباراه يوم غد ستفتح المجال والفرصه امام المنتخب لاشراك 6 لاعبين جدد، وسيحاول الطاقم التقني ادراج اكبر قدر ممكن من اللاعبين لتفادي الاصابات. كشف مصدر رجوي ان اداره النادي دخلت في مفاوضات مع اللاعب فريق شباب الريف الحسيمي يوسف بوشا لاقناعه من اجل حمل قميص النسور بدايه من الموسم المقبل. وافادت ذات المصادر في حديث لشوف سبور ان فريق رجاء عبر عن رغبته في الفوز بخدمات اللاعب عبد الله اعميمي الممارس رفقه فريق الكوكب المراكشي. هذا ولم يفقد الرجاء أماله في التعاقد مع نجم فريق حسنية أكادير بديع أوك خلال فترة الانتقالات الجارية بعد تقديمه لعرض احترافي بقيمة مالية تقدر ب 400 مليون سنتيم. كشفت السفارة المغربية المتواجدة بروسيا عن لائحة الحالات التي لن تتدخل فيها لصالح الجمهور المغربي الذي سيحضر لنهائيات كأس العالم 2018. وأفادت السفارة في الدليل الخاص بروسيا خلال منافسات كأس العالم أنها لا تتحمل مسؤولية مساعدة المخالفين لقوانين الهجرة قصد الدخول إلى روسيا أو تحمل مصاريف الترحيل وتسوية المتأخرات المالية المتعلقة بالغرامات والإقامة في الفنادق وتكاليف التمريض بالمستشفيات وما إلى ذلك. وحسب مصادر مطلعة فإن السفارة المغربية لن تمنح جواز مرور لمن أضاع أو أتلف جواز سفره نظرا لكون القوانين الروسية المعمولة بها في هذا الإطار لا تسمح بذلك. دوليا فاز فريق ريال مدريد كرة القدم على نادي برشلونة في سوق الانتقالات بعد توقيع للاعب سانتوس البرازيلي رودريغو غويس خلال فترة الانتقالات الجارية. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن النادي الملكي توصل إلى اتفاق على ضم المراهق مقابل 45 مليون يورو، كما أن بطل أوروبا سيتمم إجراءات ضم رودريغو رسميا الصيف المقبل. وسبق لرودريغو أن علق على اهتمام ريال مدريد وبرشلونة به قائلا: ليس لدي أفضلية بينهما، هما ناديان عملاقان، عقلي فقط الآن مع سانتوس. بهذا وصلنا لنهاية الموجز، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.